أهلا بكم من جديد في الفقرة التحليلية. أصحابنا في اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خالد عبد العزيز، أهلا بك معنا. مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين الكرام. أبدأ معك الجولة من الانتباه وفيها إغلاق الحدود مع إريتريا ونشر الجيش. أغلقت الحكومة رسميا الحدود مع دولة إريتريا وسط حالة استنفار كبيرة، ونقلت جنودا بكامل عتادهم إلى كسلة. ونفى والي كسلة تصريحات سابقة له بشأن إغلاق الحدود مع إريتريا، ووصف آدم جماع أنباء إغلاق الحدود بالشائعات، بيد أنه تلا قرارا أمس بإغلاق الحدود مستندا إلى قرار المرسوم الجمهوري بالرقم 50 لسنة 2017. وأشار الوالي إلى أن حركة الدخول والخروج عبر معبر اللفة الحدودي لمواطني البلدين ستكون وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها. أستاذ خالد، بالأمس يعني صحف أمس صرح لها والي كسلة بأن إغلاق الحدود هو إشاعات وكلام واتساب على حد تعبيرها، اليوم أعلن رسميا إغلاق الحدود، ما هذا التضارب في ظرف ساعات بسيطة؟ أنا أفتكر يعني التضارب في حديث الوالي هو بيعكس نوع من الارتباك في إدارته للوضع الأوضاع الأمنية الميدانية على الأرض. معروف يعني في غالب الأحيان أنه المتعلق بالحدود هو موضوع سيادي، ولا بد أن يأتي بالتنسيق أو بتوجيهات من المركز أنه متعلق بعلاقات الجوار، ودي مسألة سيادية. الوالي يعني أدى إشارات متضاربة يوم الجمعة في تصريحات ليسونا ولغناء، قال أنه ما يعني إغلاق الحدود ده عبارة عن إشاعة. يوم السبت أصدر يعني جاء منه تصريحات بأنه أمس يعني أو الجمعة الحدود مغلقة. فده أفتكر ما يعني وضعي ما بيليق في موضوع حساس زي ده. كان من الأول يكون هو واضح ويقول إنه الحدود مغلقة، وده في النهاية أمر سيادي لحكومة السودان، من حقها تغلق أو تفتح حدودها أيا كان الحدود في أي اتجاه، ده موضوع سيادي، فبالتالي ما كان محتاج إنه ينفي ما هو حادث في الواقع وما شاهدوه المواطنين. وده برضو انت رسالة للعالم برا يتعلق بالقضايا السيادية والقضايا بتاعت الحدود وإغلاقها وفتحها، مفترض يكون في وضوح وفي تحديد للوضع على الأرض شنو، لأنه بدي إشارات يعني على المستوى الإقليم إشارات مهمة موضوع إغلاق أو فتح الحدود. هذا الحديث للوالي يعني ألا يعطي إشارة سالبة لمواطني الولاية بأن هناك أمر غير طبيعي يحدث بالولاية من خلال هذا التضارب في التصريحات؟ وهو أنا أفتكر طانه بدي مؤشرات ما جيدة، لأنه يعني هو موضوع واضح يعني الحدود مغلقة أو مفتوحة، ده ما موضوع ملتبس بالنسبة للوالي أو للدولة، يعني لأنها هي من في يدها القرار. زي ما قلت ده موضوع سيادي داخلي لكن عنده انعكاساته في مستوى الإقليم يعني، وبدي رسائل متعددة في إغلاقها أو فتحها. فبالتالي موضوع زي ده من أفضل أنه يكون فيه وضوح في اتخاذ القرار وفي كيفية الإعلان حتى عنه، لأنه الإعلان بتاع إغلاق الحدود زي ما قلت لك فيه رسائل سياسية وأمنية، من الأفضل أنه يتم بتنسيق كامل مع المركز ومع الجهات المختلفة في الدولة، ويكون حتى إخراجه يكون بشكل محدد شان يعني يوصل لأهداف الرسائل المطلوبة، يعني ما يكون المشهد مرتبك، ويكون مربك ومرتبك في نفس الوقت للداخل وللخارج، يعني ويربك في الرسالة الداخلية الأمنية لداخل الولاية، أو إربك إذا كانت الدولة محتاجة تدي رسائل في الإقليم. طيب يعني ما هي أبرز التأثيرات المتوقعة من خلال إغلاق الحدود بين البلدين على مستوى التنقلات أو التبادل التجاري أو ما إلى ذلك؟ وطبعا في إطار المعلن بصورة رسمية هو بيجي في سياق حالة الطوارئ اللي أعلنها الرئيس قبل أيام في ولاية كسلة في ولاية شمال كردفان. وفي ولاية كسلة كان في تصريحات من وزير الدولة برئاسة الجمهورية عند إيداع المرسوم الجمهوري في البرلمان بأنه الهدف هو ضمن حملة مكافحة انتشار السلاح، حملة نزع السلاح وتهريب البشر والبعض القضايا المتعلقة بإنفلات وعصابات إجرامية في شرق السودان. ومعروف أنه شرق السودان هو مدخل لتهريب البشر والسلاح والمخدرات العابر للحدود من السودان لدول أخرى، منها إلى ليبيا والبحر الأبيض ومنها لأوروبا. فده السياق المعلن. في
أنباء غير مؤكدة أو غير موثقة من جهات رسمية أنه في توترات إقليمية استدعت اتخاذ الخطوة دي. لكن في كل الحسابات أنا ما أتوقع يكون في تصعيد مع بعض دول الجوار، لأنه للأوضاع في السودان وللأوضاع في الإقليم وفي الدول الأخرى بيحتمل أي تصعيد أكثر من كده. هي أفتكر كل ما يحدث في كسلة هو من باب يعني رسائل ترسل لبعض دول الجوار ورسائل أمنية وسياسية ودبلوماسية بترسل لبعض دول الجوار، لكن ما في حاجة معلنة على مستوى الدولة إذا كان في أزمة مكتومة أو هي مجرد رسائل أو تدابير أمنية محلية. يعني ما في وضوح كامل في الخطوة دي. لا أعتقد أن هذا الأمر هو علاقة بوجود تحركات مصرية داخل إحدى القواعد داخل الأراضي الإريترية، قواعد عسكرية. أنا ما في وضع أنه أقدر أكد معلومات أو أنفيها، لأنه على السياق الرسمي من الدولة هنا في الخرطوم ما في اتهامات واضحة لمصر أو إريتريا حتى الآن. هي حديث في بعض الوسائط السوشيال ميديا أو بعض وسائل الإعلام المحلية، لكن ما في تصريح رسمي ولا في تصريح نفي أو إثبات من الخرطوم أو من القاهرة أو من أسمرة. فبالتالي من الصعب أن التحلل في عدم وجود مواقف رسمية. في مؤشرات بأنه في توتر، ده لو قريته بالتوتر مع استدعاء السفير السوداني من القاهرة أو نشر الحدود شرقا في أريتريا، ده كله بيأشر أنه في أزمات مكتومة، لكن ما في حديث واضح. وكله في إطار الرسائل، نفتكر والرسائل في إطار الدوائر الاستخبارية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية، لكن ما في كلام واضح للرأي العام. فبالتالي فملفات شائكة ومعقدة زي دي لما يكون ما في معلومات واضحة بيكون التحليل صعب، فيه صعوبة، لأنه التحليل غايم على المعلومة يعني. صحيح. لكن طيب، في رسائل واضح أنه في رسائل قاعد ترسل من الخرطوم لدول في الإقليم.